لك ما تعجبنيش اللي سيبيه، ولكن تعجبني نصيبي لي زونكل. وديك الساعة نقول لكم رأيي واش طوب ولا فلا. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد في القناه، احداث جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد بلاك عاد وصلني، غنخلي لكم لا فيديو هنايا فاش وصلني. ماشي وصلني اللي خديته انا، ولكن شرا ليا هذه الكادو. وقلت علاش لي ما غنشاركش معكم التجربه ديالي به، واخا هو نورمال مطلق هاد السوالف اختي باش نجرب. هو نورمالمون هو طلب كيمي، ماشي هاد لا ماركه ديال، نخلي لكم التصويره ديال كيمي هنا. هو طلب كيمي، ولكن الناس ديال لا ليفريزون اللي كيليفريو السلعه خديته من نوفا شوب كنظن، منين كنقول لكم خديته منين خداه ياك عادي. لاباج سميتها نوفا شوب، لاباج اللي وريتيني منين خديتي سميتها نوفا شوب. المهم خداه من لاباج ديال نوفا شوب. انا كنشتهم صراحه شحال هادي، ولكن شتهم باثمنه خياليه، وهو كان صيفط لهم على اساس انهم غادي يصيفطوا ليه كيمي. ولكن غلطوا، منين عيط ليهم قال لهم زعما راه الكوموند وصلتني غلطه. قالت له السيده راه هذا راه مجهد على كيمي، كيمي واقيلا فيه شي 200 وشي حاجه ديال لي دوكري، وهذا فيه 450 دوكري هنايا كيف ما كتشوفوا، خاص بالصالونات. المهم سميتو ماكسي صالون، الو غادي نجربوه وغنشوفو واش حسن من كيمي ولا كيمي حسن منه. وبصح منين دخلت لقيت انه هذا مجهد على كيمي في بزاف الحاجات، في لي دوكري وديكشي، وفي نفس الوقت الناس كيشكروا هذا اكثر من كيمي. غنشوفو باش نديرو تجربه، اذا ما عجبنيش غادي نردو ليهم ونعيط ليهم ويجيو يردوه لي يشوفو شنو غايديروا وصافي. حيت انا فريمون كان عاجبني داك كيمي، هو منين شافني عاجبني، وشفت بزاف ديال لي باج انستغرام اللي كانوا كيديروا لي بوبليسيتي، شافني عاجبني داك كيمي ويكوموندي من عندهم، ولكن صيفطوا لنا هذا. اوكي دابا غنديروا التجربه. سيليا ماشي بابا، ماشي بابا سيري بحال هكا الكرتونه ديالو. وتيجي بحال انا فيه لي دوكري، كتحددي شنو بغيتي. المهم اختي فيديو اليوم كيف ما غسلت وجهي صوم مكياج بلا ما تبقاي تقولي لي صفر عيطان. هنايا غنديروا مقارنه ما بينه وما بين واحد البلاك عاديه اللي كانت عندي انا ديجا شحال هادي، جنقول لكم دوزات معايا مسكينه سنين. فراسكم هاد البلاك هادي بقيله قربت تكمل عندي 9 سنين، خديتها من يلاه تزوج بعادي، بغيت نوريها لكم من يلاه تزوج بعادي خديتها هاد البلاك هادي. شوفوا شحال ضربات معايا مسكينه، عرفتوا كل الهمه مشره، راه غير عاديه، راه واقيله خديتها غير بشي 150 درهم. شوفوا هنا كي ولات خديتها غير بشي 150 درهم، شي حاجه بحال هكا. نتوما شوفوا كلها مسكينه مشات هنايا كلها تقشرات، ولكن راه الله عمرها سلعه. حيت انا نقول لكم واحد الحاجه، انا بالنسبه للبلاك ما عمري ما كنسرح بها شعري زعما هكايا، لا انا ديما نخلي هذا يسخن وانا تنهضر معكم عادي. تقدر تعيط على سيليا اختها تحرق. سيليا هاكي بابا عافاك ديها، حيتاش غندير البلاك في الطوخ حتى تقاس ولا شي حاجه. المهم نديرو دابا هذا يسخن، اجي تفرجوني، اجي غنديروه في 450 اللي هي هنايا اخر حاجه يعني اقوى حاجه فيه، وغنحطو ونخليه يسخن على جنب. قلت لكم انا البلاك ما كنصايبش ليها، ما كنصايبش بها زعما شعري هكا كنسرح بها، لا انا البلاك حتى كنصايب شعري بالسيشوار عاد كنجي للاخر كندير دوك اللوايات عرفتوهم، كندير ديك اللعيبه ديال هكا باش كيجي شعري بحال شكل اللوايه. ولكن هذا قالوا بانه غير هكا تدويزه وحده كيليسي الشعر، غنشوف. حيت انا البلاك انا ضد انني نصايب البلاك، ولكن حيت كيحرق الزغبه فريمون كيحرق الشعر، ولكن بما انني وليت كنستعمل هذا السيروم هذا هو كيتخدم ديجا بالبلاك. وي مالك ماشا ماشي انا
هذا كيتخدم ديجا بالبلاك. الوغ قلت علاش نجربو بالبلاك هكا الليساج وصافي. كيف ما قلت لكم انا كان عاجبني كي ما يشوفش عند البنات حيت ديال البخار كتعمري بالماء وداكشي. مازال ان شاء الله غادي ناخذو واخا خلى ليا عادي هكا يا كان مسكين طالب كي ما يصيفطوا لي هذا ما عندنا ما نديرو. وصراحه مع قال لي حلي الكرتون راه شفتو الفرحه ديالي في لا فيديو فرحت والله العظيم. شنو كنت نقول لكم انا بالنسبه للسيشوار اللي كنستعمل بزاف البنات كيسولوني حيت كنصايب شعري غير في الدار ماشي ما كنمشيش للصالون. كنت كنمشي للصالون شي ايام وحسيت ان شعري فيه تدهور تام غادي في الخسرانه حماتي. هذا جابوا لي عادي مؤخرا علاش حيت هذا فلوب فريمون فلوب ما عجبنيش حتى هو سميتو ماكسي صالون. ويلي 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 عادل هاد البلاك اللي جبتي اللي خديتي راه نفس السميه ديال السيشوار اللي خديتي ليا مؤخرا ما عجبنيش الاحمر حتى هو سميتو ماكسي صالون. هذا ما عجبنيش هذا غير ديال التنشاف السخونيه ديالو ومن هنايا ما كيتحلش نهائيا هنايا راه مسودي مسدود. السخونيه ديالو غير ديال التنشاف ولا ديال شي وحده اللي شعرها ديجا لياس ديجا رطب وبغات غير تسرح بحال هكايا وتمشط به وصافي. انا السيشوار باش كنخدم ماكس باور ومن لا يعرفه هذا هو الحب. علاش خدا لي عادل هذاك؟ هذا كنت كنصايب شعري سيليا جبداتو ليا من يدي الكابلو داكشي هانتوما شوفو شحال زوين تحت ليا ديك الصفايه ديالو شتو. هذا تقدروا تزيدوا فيه في السخونيات انا كنقدر ندير ليه هنايا غير شويه القطن وصافي كنحس به. واصلا ما يحتاج اصلا ما يحتاج ما عرفت ما ليدي اصلا ما يحتاج السخونيه ديالو كافيه انه يسرح لك شعرك بطريقه زوينه بزاف. انا من الناس اللي ما كنصايبش شعري 100% كندير غير توشين ما كنديرش بروشين. علاش؟ باش ما نحرقش شعري كنبقى نبعد السيشوار بحال هكا وكنسرح بالبروسه. هذا كيف ما قلت لكم هذا هو البروفيسيونيل بالنسبه لي صالون داكشي الكبار كيخدموا بهذا الشكل هذا وكيخدموا بفابا. هادو جوج ديال لي مارك. هذا الحب هذا قلت لكم جرات ليا سيليا الكابل كنت كنصايب شعري ما شفتها شويه تجر ليا الكابل وطاح ليا في الارض وتهرسات له الفرفره الدخلانيه. تهرسات له من واحد اللعيبه بحال عرفتوا الفرفره ديك اللعيبات اللي فيها هكا تهرسات له وحده باش صايبوا لي عادي الحلو. خد ديك الفرفره وقطع ليها الجنب الاخر اللي مقابل مع داك الجنب اللي مهرس ولا مزيان غير هو ولا فيه واحد شويه ديال الصداع وهو من غير ذلك واعر غزال وغالي. هادو كيديروا 450 درهم 600 درهم على حسب المحل اللي خديتيه منه شنو. انا كنت خديته من واحد المحل ب 450 درهم كان اقل وصافي فوالا. وعندي هادي غنوريكم كاع داكشي اللي كنخدم على شعري. هادي حتى هي زوينه ولكن هادي بالنسبه للشعر القصير ما كتبغيش الخصله تكون طويله. الا دخلتي فيها خصله تكون طويله كتبلوكا كتكوانسا. زوينه غير بالنسبه للشعر القصير راه كنت شاركتها معكم زوينه ولكن بالنسبه لا فرونش هنايا بالنسبه لانك بغيتي تصايبي لوايا غير الاخر الشعر ماشي كله فوالا هادشي علاش مديره. وعندي واحد لا ماشين ما خدمت بها في حياتي كنت خديتها فاش تزوجنا انا وعادل ومشينا لاكادير. عادل طفات البوله الثانيه ديال الكوافوز البوله الثانيه دابا اللي كتخسر ليا في السيمان. فاش يلا مشينا انا وعادل لاكادير فاش يلا تزوجنا ومشينا اول مره مشينا المرجان وكنا خدينا واحد لي ماشين ديال الكوزينه ولا ماعرفتش داكشي وكانوا دايرين معاهم هذا في البروموسيون. هاد لا ماشين هادي ماعرفتش شنو كتسمى ما هي بلاك ما هي زوينه ما عمري صايبت بها ولكن صايبت بها لواحد البنت الصديقه ديالي زوينه فريمون كترد عرفتو دوك التموجات اللي كيكونوا في الشعر بحال ديال مارلين مونرو داكشي القديم دوك اللي كيكونوا دايرين وي زوينين ماشي هكا كيكونوا دايرين هكا زوينه كترد الشعر بحال هكا كانتوما شوفوا الشكل ديالها. ولكن عمري ما خدمت بها انا شخصيا خدمت بها البنت عجباتني. هادي من لا مارك ديال دينوا وكتسخن وفريمون من الشده الاولى كتخلي ميم با واحد عشرة ديال الثواني وكتحيدي كتلقاي الشعر تموج. كنشارك معكم داكشي اللي عندي هنايا. البلاك غيكون سخن الا ما كانش سخن وما دارش لي في ديالو فهاد الوقت هذا يعني ما بلاك ما والو. هذا الحب هذا ما نسخناش عليه واخا نشارك ما عرف شنو واخا هو هذا راه فيه غير على فكره هذا فيه غير 210 بحالو بحال كيمي تاع كيمي واقيلا فيه 200 وشي حاجه 210 بحال هكا ولا شنو.
ولكن هذا كان كيصاوب ليا دوك لي زونغل بحال هكا. ايوا بسم الله كيسخن من برا. بسم الله نشوفو الهضره ديال السيده اللي بقات كتقول هذا راه حسن من كيميك، والهضره اللي شفت عند البنات كاملين اللي دخلت كنقلب واش هذا حسن من كيمي، كيقولوا بلي هذا حسن. نشوفو واش بصح. واو والله الا زوين. نشوف لا دوزيام فوا نخدمها. اوكي ايوا فيه مشكل واحد، انكم خصكم دوك اللي قالت لي ديال السخونيه حيت كيسخن من برا، حيت انا البلاك كنبغيها كنصايبي لي زونغل نشوف واش خدام ليا ولا لا. شويه ما عطانيش لي في اللي بغيت نعاودو. غير هو راه كنحاول نزرب ما نتعطلش، الاخر اللي عندي انا واخا هكا كنتعطل باش نصاوب لي زونغل زوين. ولفت الصراحه هذاك البلاك وحيت قديم عندي، شي حاجه اللي ما كتقدرش تستغنى عليها واخا تكون رخيصه في الثمن، واخا تكون اللي كانت زوين ما باش زوين زوين زوين. بالنسبه للي ساج حسن، كاين اللي سي حسن زوين اختي. نشوف شي حاجه ديال فرونشينيو. مشيت مشيت يا مشيت مشيت. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي بدا فيك الشيب، هذا البنات راه توحيم راه فيا من صغري كوبا تما كوبا. نحاول نخدمو بحال هكا كيف ما قلت لكم. انا البلاك ما تعجبنيش اللي سيبيه، ولكن تعجبني نصايب بيه لي زونغل. وديك الساعه نقول لكم رايي واش طوب ولا فلا. طوب 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 فريمون عجبني عجبني هاد القضيه ديال لي زونغل فحال هكا كيصايبهم ليا دغيا. قل من الوقت ديال الاخر والشكل زوين بزاف وكيشدو. هانتوما انا شعري اصلا عندي زغبه غليظه ما كتشدش ليا الحاجه، ما كيشدوش ليا لي زونغل دغيا. زوين 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 اختي زوين زوين هادشي زوين هادشي. نبقى عاوتاني صايب لي بوكل بحال هكا ولي زونغل في شعري. شتو كندوز بالعان يدي حيت انا شعري من داك النوع اللي الا ما خليتيهش تشد فيه الحاجه الا درتي غير بحال هكا كيتحل حيت صغبه غليظه، ولكن الا خليتيه تشد فيه ما تتحيدش. زوين زوين هادشي زوين. اوكي سي تادير طوب طوب اختي عجبني. بيان سور انا ما كنصايبش شعري من لا شيء انني ما خارجه ما والو. دابا راه ديجا مسرح هاكي غير تسريحه عاديه توشين كيف ما قلت لكم بالسيشوار. غنخلي غير بحال هكا حيت ما غنخرج ما والو، غنخرجو حتى العشيه. دابا غنخلي غير بحال هكا عجبني الصراحه زوين زوين انصحكم به. بالنسبه للثمن البنات اللي بغاو يسولوني، عادي كان شاف البروموسيون ديال كيمي كانوا دايرين ليه 199 درهم وصيفطوا ليه في بلاصتو هذا مقارنه ب 199 درهم طوب اختي. عجبني البلاك قررت انني نخليه ما نردوش غنخليه. وبالنسبه لكيمي ان شاء الله باقا ناخذو حيت هذاك بالبخار ما كنبغيش انا نحرق شعري بزاف، الو خاصني ديال البخار. شعري تبارك الله راه قوى عاوتاني، وقلت لكم داك النهار راني قطعته راه طوال تبارك الله دغيا حيت بديت كنتهلا فيه. دابا اختي غير في الدار جمعي علينا شعاكك غنمشي نحط ليهم يتغداو. اليوم الحد دايرين كسيكس وخويتي
وغادي نحط لكم وقيله هذا لا فيديو نقدر نحطها لكم دابا المونطاج دابا ونحطها لكم حيت ما فيهاش مونطاج بزاف. وصافي نشارك معكم تجربتي مع ماكسي صالون اولا كيسميوه مصفف الشعر السحري اخيرا لقيت السميه. طلعي لي اختي فراسك وبوسه كبيره ليك وما تنسيش انك تضغطي على زر سبسكرايب الا كنتي جديده على القناه وما تنسيش انك تخلي لي اللايك ديالك باش تشجعيني نحط لك فيديوهات جداد ونصائح جداد وبزاف ديال الحاجات جداد وتخلي لي كومونتير اختي كومونتير باي.